الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سركردو مظن أون صمام الأمان بأمتت خو بشعوبت خو بملتت خو أجل أو سركردة أو ريبر أو حكمران أخلاقي وان يبرز بيت استقاموان يا درست بيت إنسان بن سر هدايته مروبت راس جو راس بيش بن بي وقتي دي بنا أستاذ دي استلام كان منصة الأستاذية لشعوبهم دي بنا معلم دي بنا أستاذ بو شعوبة خو أو شعب دي هتا پروردكرين سروي قوته سروي إخلاصه سروي هدايته السروي كاري وي عملية وكو وطن بتتا آواكرين سبب أو أجر رئيسي بو آواكرنا وطني سر كردنا مظنن ريبرن أجر أو إنسان استقام الدفوان هبيت راستي ودرستي دفوان هبيت أمانة دفوان هبيت في وقت دي بنا معلم بو ملت وشعوبة خو شعبوان جهمي دي بنا أو عظماء دي بنا أو إنسان طبعا في مستوى بلند دي بنا إنسان حذوة وقدوة برخو طبعا دورة خو ما طبيعي شبهك إينا لنا بينا طبعا قادة بصرمانة دائما أو مروبة وكو تمسك بدين إسلامي كري أو إنسان چه قادة بن آن چه ملت بن شعوب بن أو بنا قدوة ود بنا غازي كرو ود بنا بانگواز بو همو خلقكي چنكي فطرة إنساني حسد خازيد وقت تو اكي بين البرسنگ خو تمثيلا امانتت كتو يا راستيت كتو يا شجاعتت كتو يا إخلاصت كتو رأسا دي بيا عامل جذب دي وي إنساني وي خلقي وي عالمي طبعا دي ديف خدا إن يخار خاصة أجل أو مستقيم أو إنساني ساري إشسر كردا بيتو ريبرا بيتو ظلامة سلطة وحكمي بن أبا أو ملتو أو عالم كفتة خيرا خديدا أبا أو شعبو أو يعني كومالو أو قل كفتة بن رحمة خديدا چنكي نعمت خدي تعالى يلكن السر سر سر انساني بس چن نعمت لوي مسترنيا خدي تعالى رزق تبكت سر كردكو مظنكو رئيسكو ريبرك امينو يه مخلصو يه جزءك ملتيو يه خادمو اجير دف ملتيو يه خمخور ملتيو يه ازمان راست يا استقامة يعني خدي ورقلتي نعمت خدي تعالى تقل شعوبات كتو تقل قلات كتو تقل أممت أرضيت كت چن نعمت وي مصرنية وقت خدي تعالى قيادك يعني مظنك مسؤولك بالفرسك حكومتك أبا وكو هداية دف أبا وكو أمانة دف أبا وكو راستي ودرستي دف أبا وكو الخدي ترسيد أبا وكو دلوفان أو وكو جزء من ملتي خو شن نعمات البي مصرنين بلوي چند پیغمبري عليه الصلاة والسلام روجا فياي أبي إسلامها أبي هدايتها أبي نورها بجهني تا همو زاوية أرضي يدفي دنيا أوي دبعا رابي رسائل نفيسين نبو شعوبا رسالة ننفيسين بو طبعا جلاو شعوب وأمم الأرضي نا أوي رسالة نفيسين بو ملوك ومظنو سركردات وان شعوب وان أمم الأرضي تفسيره بيتشيا معنى بيتشيا بوشي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي رابط رسالة أو كتاب دي هنري بو قائد وي ملتي بو رئيس وي ملتي بو طبيعي سركرد وي ملتي أبا سياسة پیغمبر عليه الصلاة والسلام
وهذا حقيقتك علمية ويا تاريخية جي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دفويا معلوم بي وهذا حقيقتك جي ويد قد اگر سر كردت وان جهتا وي خلقي وي وان امما اگر هات نسره و نور اسلام ورگر و ایمان خود دلوان سر کرده ما زنادا و اب مروفت تانی طبعا خود نیاسین و بین عبدت خود تعالی اب مروفت تانی اب سر کرده تانی ده بنا اگر و سبب ملتت وان جهمی ده دیف کبن ده بنا بسرمان ده نسره مگوتتا تأثیر حاکمی یا مسئولی یا برپرسی جلقا مزن السر ملتي السر شعبي اگر او حاكم او مسؤول او برپرس مروفك باخلاق بيت اف اخلاقها شبتي يعني شوان تشتانت بيني او معدي يعني رأسا دي هيتا بقهاستن بو ملتي بو شعبي فالبربي چند پیغمبري عليه الصلاة والسلام رسالة فريد كرم بو سر كردا چنك اكا سر كردا نهنا سره او ان سياسته كانوا او ان حكمت كانوا او ان خلقي بريفت بنوا او ان سرپرشت عالمت كانوا او ان اوامرات دنوا او ان نواهيات دن بوقت الرساله فايده ناكتو بملتي فريكيتو بو شعب فريكيتو بو ابي تاكيها فريكيبو چنكي ابي حكمي لتكد ابي تاكو مسيطر سر اگر ببين مثلا انسان عنصر اجرام الدبيت يا خرابي الدبيت يا فساد الدبيت يا إلحاد الدبيت يا ظلم الدبيت وناكت ملتي وي طبعا سارب كبيت أم بيت ساري أن جابا طبعا أوي بيغمبري أن أوي مصلحي طبعا بدا فالبربي كان دي علماء بيجن سرا هل بجارتنا بيغمبري بو سر كردا كو يعني رسالة بوان فريكري چنكي الرعية على دين ملوكهم رعيته شعب دائما إلى سردين مظنو ملوكت خو يعني معنى حتى أجر داخليا جي سرنبن ظاهريا أو سياسة أو كان أو خلد طبعا سروي شيء فالبربي بيغمبري عليه الصلاة والسلام رسالة خو كنت بيجن مبعوثة خو تنارتن بو سر كردا بو هرقلي بو مقوقسي بو ملك بحرين بو كسرى بو وان مروف التاني اويت وكو اتزانن اكل او بهنا ساري ملت اتوان و شعوب اتوان جي طبعا دهنا ساري بلند جا خفنكي هاي بجيت ما يزال الناس بخير ما استقامت ولاتهم ملت شعوب دائما دل خير دابنو نجاح دابنو باشي دابنو سركت نيدا دبن ما دامت استقامت ولاتهم هنجي ما ظنت وانو سركردت وانو بالبرس ومسؤولت وان اگر خدان اخلاق بنو خدان دين بنو والخدي بترسنو خدان هداية بن هنجي اول سروي ريكي بن او ملتو او شعوب ديل سر طبعا خير بن ودي طبعا خير بينن ودي كبنت خوشي ولزته دا بل هر وقتك يا خدي تعالى يعني او بلاو او مصيبته او درد دام ملتك حزبك دس هلاتك يعني حكمرانك فاسد درويني لص لي مسلطك مولاوي ملتي دي خراب بيتو دي ويران بيتو او ملت خير الخنابينتو او ملت اخلاقي وان دي هرفتو اقتصادي وان دي هرفتو ضمائلي وان دي هرفنو ملت دي ويران بيتو ملت دي كابل بيتو ملت رخي نماني دي جيد سبب چا؟ سبب او سر كردنا او دست حالاتا حكميلت كان او وكو حرامت خونو دزيات كانو خيانتت كانو دروات كانو تكبروان طبعا يا بسنورة او ملد فالبر بيشندي علد بيه كو وقت پیغمبري عليه الصلاة والسلام رسالة فريكلين بو ملوكة ارضي چنكي ملوك او ان طبعا اساس اگر او هاد نساري طبيعي بي وقتي خلق جي عالم جي دهتا ساري شعوب توانجي طبعا دهنا الساري فرسالة رسالة پیغمبري عليه الصلاة والسلام وقت فريكرين بوان ملوك ومظنة
طبعا جوابه وان سر کرده وان ملوکا طبعا جواب ایک نبو یعنی هندك اكيد بيجن يعني هندك بشكله كي جواب پیغمبري ده هندك بشكله كي دي ده طبعا هريك دي فهمه خو تيجاشناخو بلا ملاحظاكم رفكت يعني السلمان رسائل پیغمبري بملوك الارضي دي تتماشا كي او مروفت وكو تابع كتاب السماوي او اتوكو تابع يعني پیغمبره كي كل دف خده هاتي كو عيسى عليه السلام كود بيجن أهل الكتاب دي بري خودة يا جواب وان مروبا جواب وان ملوكا جوابك همي عقلانية جوابك اعتراف وان ملوكا وان مصنا بأنه أبا پیغمبر آخر زمانا چنكي وان يورجرتي معلومات أكيد الدين خو پیغمبر خو الكتوب خو پیغمبرك دهيد أبا صفته ويو أبا وأبا وقت وان رسالة پیغمبری ورگرتی همیا جلق احترام و تقدیر و بإجلال او نام ورگرت و تعاملك جلق جوان و تازه جلوان مروفا کریت وکو نام نقل کری رسالة نقل کری الصحابیا اما دلیل چه؟ دلیل که او مروفا ابت وکو اهل الكتاب کد بجنه اهل الانجيل اتباع عيسى اوان معلومات جلق تازه ويتأكد هبون سر نبوته پیغمبري عليه الصلاة والسلام مثلا دي تبري خدية رسالة پیغمبري عليه السلام بو هرقلي طبيعي هرقل أهل الكتابة هرقل امبراطورية بيزنطية يعني روما الشرقي يعني أرثوذكس نكاثوليك أو طبعا رئيسي وان تبري خدية تبالي خبدا في إنساني ها وقت الرسالة ورقلتي بشاوة باحترامه تقديره وبإجلال رسالة هل قلت وقت الرسالة طبعا خان ديجي اشبه رسالة طبعا بينت پیغمبري غازي ويتكت بو إسلامه وبو هدايته وبو نياسينا خده وبو ريا يعني يا خده تعالى أبي إنساني ها تصرفه ويتصرفك جلك معقول بي يجيه خدا بي إنوي رابي فسيار كرغوتي كسك ليلة هيا اويت وكو في پیغمبر نياسن آن يعني الجزيرة آن مكه هاد بيت الوي وقت ديت ابو سفيان و حوالت ويشو بنا تجارته بجاكا انسان بري خبدتا طبعا ابي هرقلي وقت اف اسئلت كرن فلاسفجي طبعا نشن بان سؤالة طبعا طرح كن ديتو بالي خدا يا نضجا في إنساني وعقلي في هرقلي وتيجهشنا في إنساني في منو في هشت منو في طبعا متنور بو شانت إنسانا كيب عقل بو شانت إنسانا كيب فيلسوف بي چنك الوان أسئلة تاني بان بسيارة تاني وقت قد كي أبو سفيان حقيقة إنسان خلال بان سؤالة زانت أف منو في هني يعني يجهشت يا قيمة النضوج عقلي ويا فكري ويا هزري فده بيني هرقلي طبعا وقت السؤال طبعا وان أجوبة وان أسئلة طبعا بحثنا كين بس ده بري خده هنا خلاصوه أبو هرقلي چه قد بشتي أجوبة همي ورقتش أبو سفياني هنا قد والله إنه لنبي والله يكا أشياب وما أس بيقوا طبعا يتحربه دا ويتاكد بيشن جنگي دا أس ده هول دم هما مكة هي دا مسين كي هل جرمو دا آوات بيتوي پیغمبری كان قوتي إنه رسول بشتي هنگل وراجي نراست يا رابي سر کردت خو مظنت خو همي كوم كرن و قوتي ودويت خود تعالى حياتك پر عزتو سر كتنو و اكد بيشن هداية بدتهم قوتي بلي قوتي إذن آمنوا بهذا النبي محمد صاحب الرسالة طبيعي وان مروفا استيعاب نكر بيجن هرقلي ديت أبي يعني شعبي بي أفتشتها هضم نكر حركك لوان دركف هرقل ترسيا الحكم يخو إنا شنكو واصله إنا طبعا نباجي ويد جهيني بأنه جلك إنسان حقية وحقيقة تظانن بس دائما تفضيل دنياية كان سر آخرته تفضيل منافع الدنياوية كان سر منافعت آخرته فهرقل ايكشوان انسانا بي
أبي وكو يقينا زاني كأبا رسولا أبا أوي خدي تعالى وعدا بيداي واني خوندي التوراة وإنجيل داد كتابة خدا وابي إنساني زاني أبا دعوة ودعوة كحق رسالة ويحق بل أبي مرو بها طبيعي أف اختبارك بود أجر ملت من استيعاب كر أوروبا كبين سلفي ديني طبعا دي بيتا قائد بي وقتي ودقل ملت خودهتا يعني داخل الإسلام بيت بس وقت ديتي ملت ويستيعاب نكر زاني دي انشقاق چه بيت وزاني أف موقعة أف امبراطوريتا أف رئاستا أف حكمة دي داست چهت إنه رأسا تفضيل دنياي كرو منفعة دنياي كرو السروي علمي وحقيقة وزاني أبا سيرتا قالك إنسانانا يا أفروجي بقبه أكي تبري خب دي أبي خلقها بري خب دي أبي مجتمعها بري خب دي أبان تاكي تاني دي تزاني أو هميد زانن حقي الكيريا هميد زانن يعني درستا الكيريا بري دي بيني أف مروفي تاني أف أغوات تاني أف حكام تاني أف علماء تاني أف مروفي تاني زانن حقي الكيريا زانن درستا الكيريا بس مال سياسي بل منفعته دنيوي أبان مروفي تاني طبيعي ولد كت حتى أو أبي تفضيل كت سر حقيه وسر ريكا درست فده بيني دي مالك حرام ورگري تلوي حزبه أنوان مروفا أنوي جهتي بشتنگي أزمانه وده تكرين بگوه ميتين نبي مجتمعي هندكا صوتواني هات كرين وهندكا جي صمت وسكوتواني هات كرين چوا تفسیر به چیه؟ دلک انسان صوتوانی هات که کرینش علما و خدانت قلمی و طبعا اف انسان توکو رقمک نف کمالگهی و اف انسان توکو یعنی کد بیشن تشتک نف صوتوانی هات که کرین دائما اعلام وان و دنگ وان و خطب وان و منبر وان و کد بیشن محاضر وان همی اتتا دان اتصالح لاينك جهتك تيارك حزبك بس خد زانك يعني كاتشنا وعد مروفانا وهندك دي صمت سكوتواني هاتك كريم مثلا من بر خطيبة دي اجتسا من بره دي خو بيدن كتلوان تشتا الوان خرابيا وان ظواهرا وفساده او وكو بربلاف نافكو مالجهوي او وكو طبعا سياسات كد خلوان تشتناك تا خدان او خطيب عن او خدان قلم سكوت ويجيا كريا چنكي السكوت اخت الجريمة چنكي وطن چو ويران بيت وطن ويران بيت بفعل الاشرار والسكوت الاخيار دي قبه انسان وقت مروف باش اهل تقوية اهل قبلة وقت خوب دنك كد برانبري الظلمة وفسادة وغندلية او جيده بيتا طرفك سلطنا وطني دا ويران كرنا وطني دا السكوت اخت الجريمة بيقى بيقالك عالم هما يا بيدنجا بس بلا او حسب نكت كأو يعني قرطال بنا سكوتا ويجي او جي خيشكا جريمة يا كرياري او كريارة اجرامي سكوت فعل هردو طرف ويران كرنا وطني دا فدي بيني ابرو عندك انسانا سکوتوانی کری هندک آجی دنگوانی کری برنده گشته بیره وف عالمه ای کفت کرد به عذابه بینه خوشیده و آخر دعوان الحمدلله رب العالمین.